هعمل لكم سندوتشات السمك والجمبري المقلي، وتعالوا نشوف مقادير. اول حاجه انا عندي سمك فيليه، عندي جمبري وسط، السمك انا مقطعه شويه، عندي للتتبيله ثوم مفروم، عصير ليمون، كمون، ملح وفلفل، بابريكا، كركم، كزبره ناشفه، شطه، دقيق نشا، زيت للقلي، سمسم ده اختياري، عيش بلدي للتقديم، جرجير وشرايح ليمون، وشويه سلطه الطحين. طيب تعالوا اول حاجه هنعملها طبعا هنتبل السمك والجمبري مع بعض، السمك قصدي والجمبري مع بعض، ونتبلهم وبعدين بقى نبتدي نبدرهم وننزلهم على النار. نقلبهم مع بعض، نبتدي انزل عليهم بالتتبيله كلها. هنزل كمان شوية زيتون. ملح. زودوا الملح شوية، بياخد ملح كتير. فلفل اسود وبرده الفلفل. يلا كل ده بقى مع بعضه. برده لو قدرنا نعمل خطوة من بدري هيفرق في طعمه، بس ده مش محتاج يوم من قبله، يعني ده محتاج ساعة كتير من قبل. في التلاجة نرجعه في التلاجة وساعة وننزله على النار. كده كله خد من التتبيلة. عايزة بقى اقلب شوية من ده على ده وننزلهم فيها. هننزل الجمبري وعايزين بقى نقلبه كويس قوي في الخليط التحفه ده. لازم تتاكدوا ان الجمبري كله اتغطى عشان يقرمش ويدي طعم حلو. طبعا انا مسخنه زيت على النار عشان لازم يبقى الزيت سخن جدا. كده تمام. تعالوا بقى ننزل بيه على النار. نشيله من الخليط. لازم زي ما قلت لكم، شايفين الزيت عامل ازاي؟ ولع يعني. الكمية دي كفاية عشان مش عايزاه الزيت ينزل حرارته واحنا في الهوا ده، هكمله بعد كده. حاولوا ما تحركوش اول ما ينزل في الزيت علشان تمسك عليه الطبقة الخارجية كويس. طبعا هي تمسك اكتر واكتر لو تبلتوه من بدري زي ما قلت لكم. خد لون رائع خلاص. طلعوا بقى. ريحته خطيرة خطيرة يعني. كان اول ما يطلع النار تحطوا عليه شوية كمون برضو هيبقى هيدي ريحة حلوة. هحط اول حاجة طبعا السمك والجمبري الحلو ده. السمك لسه طالع من النار، المفروض تستنوا طبعا عليه شوية عشان ينشف، بس احنا ما عندناش وقت. الجمبري كمان معاه. هنزل عليهم الطحينة. الطحينة نحط عليها شوية شطة وكمون. وهنزل كمان شوية جرجير. ساندوتش. نعمل واحد كمان.
برضو نفس القصة، هنزل السمك وهنزل الجمبري. كل ما الجمبري حجمه أصغر كل ما طعم الساندوتش ده أحلى بصراحة. طحينة والجرجير ريحته مش قادر أقول لكم. حط بقى شوية ليمون كده شرايح. وكمان شوية سمسم على الوش.